الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. سيسب منطقة في لحية تزود مدن الساحل وولاية القيروان بالباكورات ومنتجات البيوت المكيفة. هذا صوت الفلاح والمشاكل اللي يتعرض لها من حيث ارتفاع كلفة الانتاج وغلاء أسعار الأدوية ووسائل الري وقلة اليد العاملة وتفشي ظاهرة احتكار الأسمدة. هذه البيرة ما توصل للدرجة باش تبدأ تبيع فيها باش تبدأ تنتج تتكلف مصاريف كبير. كانت تمشي المزود متاع الدواء، الدواء سناك مقولوا تخليه كيما نقولوا ب50 تقارب 70-80-100 تكلفة تزيد، والتكلفة الأخرى تتكلف الخدمة ما ثميش، يعني برشا صعوبة كلها صعوبات في الدوايات. شكرت لمونيت تاكل بالنسبة للنعمة السنة، النعمة السنة ما خدش لمونيت، لمونيت هو ب100 ما ثميش، تاخذ فيه الناس تحت الطواو. نبيعوا في الخضرة هنا للمواطنين تعبين في المزوط وفي الحروب وفي كل شيء. نجيو نمشوا ناخذوا الدوان وقوه غير، نمشوا ناخذوا شكال السديري عندي 6 بقرنة زوز ولد ونهاري، نجي نعلف ما نلقى ما نعلف السديري غير، ناخذوا في الدبن ب10,000 قرد ب20، ما أنا ميتة قدها قدها. المزوط ناخذ المزوط موتورات ياكلوا في 3 قزادير يومي مزوط. قدر ننتجوا فيها ونبيعوا ما نبيعوا على الطريق في طريقنا وفي هرزنا وثانية، اما الفاضل ما فهميش باش تفضل تعمل الحاجه للولد ولا حاجه. الجدر يتشرب 600 فرنك حتى ل 1200. وانت ورايك؟ تحب تشري من 600 ولا من 1200؟ والبيت اللي انت تبدا تنتج تصرف من 3.5 ل4 مصروف. اي ملايين هذا. هاي تصرف. الدوايات فيش في المالزيوم، كالسيوم، بوتاس، نيترات، جريس. هذوما دوايات بخان ولا تسيف الماء؟ لا ملاطة، هذا ملاطة. خلطوا بالتربة ولا تسيف الماء؟ في الماء. هاي تسيف الماء. في الماء. ومن فوق دواء العرشة واحدة ودواء نوار تلقيح. يعني ما توصلش الطماطم باش تزرعها وتخليها كيكة ما تنتجش إلا بالدواء. خلاص ما تنتج لكش حتى كيلو. يعني فيها تكل. أبوي ياسر تكل فوق الحسيب. الشكارة الزريعة متاع جلبان. هاي. تأخذ لها زوز فيجي تخبار. محسوب هذا ما يتكلفها الزوم اليوم. هاي وشو تصرف؟ تصرف جريس، مالزيوم، كالسيوم باش يجي قرنها سمح. شو هذا كل بالدواء؟ بالدواء يتعدى في الماء من اللوط وتستهلك شكارتين 3 ودون دواء من فوق بخارت ماء ديتان تاع جيارة ويد عاملة. يد عاملة زادة ما إشنا حاسبينها نخدموا فيها برواحنا، مثلا اللي تبدأ تنتج برواح الجمعان ننسى سيأخذوا 20 توك نبيع كيلو بدينار ما نحكي فيها رغم إش تفضل فيها ما يخلصش من. ما يقابلش خلاص، يقابل في الخلاص أما ما تفضل شيء، يقابل في الخلاص أما ما تفضل شيء. يعني بصفة عامة الانتاج من الطماطم والفلفل والجلبانة والفول كله فيه كلفة كبيرة. كلفة كبيرة لازم ما يتيحش تحت 2000 للفلاحة كل باهي. علاش ما ثمش دعم؟ ما ثمش، تمشي له تشب فيه على شكارة دواء يقول لك كذا كذا هز ولا خل شبارة لينو قوتا قوت بكرة تقوتها قوت ب600,000 كم السنة دبوز أدواء طبعا بالكماندة طولت من برا متاع الذبانة البيضة متاع الطماطم 500 يدي 4 دي شنو حكاية الذبانة البيضة؟ هذه الذبانة البيضة تهري ما تهري الطماطم ما تخليهش خلاص. إيه فيها حل فيها دواء؟ دواء هان اللوجة فيها برشة دوايات أما اللي كان قليل باش تنجح. معناها أنت عامل النوع ذاك باش تحماها باش الذبانة ما تدخلش. هاي والذبانة هذه مثال متواجدة كان في الطماطم ولا في الطماطم برك؟ طماطم برك. وفيهاش حلول؟ لا لا ما عندكمش مرجدين متاع لازم نزرعوا بدري باش ما تفكهنيش. اذا كما زوزي مع السخانة تاكل. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.